منفتخر انه اليوم حنستذكر تراثنا واللي منفتخر فيه اللي هو التراث الحلبي الاصيل واللي عايش فينا وبدمنا. الخدود الحلبيه هي جزء مهم من التراث، والتراث السوري كثير مهم وهو جزء من الهويه السوريه اللي نحن عم نبحث عنها ونحافظ عليها، والانتماء السوري لسوريا اللي معروفه عبر العصور القديمه للتاريخ. كل شيء شو ما كان، كل شيء خدود حلبيه حلو.